كيفكن حبايبي؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. رجعنا لكم بفيديو جديد، وفيديو اليوم بناء على طلبكم. طلبتوا مني إني أعمل أتحكم بحياة بنتي ليوم كامل، فأنا أجيت بفكرة قريبة من هاي الفكرة، منه بتحكم بحياتها ومنه هيك بيكون تحدي حلو. يعني أنا حأعطيها 5 أماكن بالمهم. حنروح هلأ سوا. ليك بيان عم تلبس؟ جاهزة بيان للتحدي؟ خليكم معنا هيك لحتى تشوفوا شو اليوم هو شو ما بدك التحدي. تصير ولا انت شو ما بدك لا تصير؟ تحدي هلا، انا بس نروح لهنيك بورجيكي شو الاماكن اللي حتدخلي عليها واشياء تانية، خلي حتى نصير هنيك شو بقلك ما بدي عليها بدي اخذ؟ هلا بتشوف. وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة اذا مالكم مشتركين لهلا، وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لي هيك اعجابات لايكات واليوم كتير بيكون حلو شو وتشجعونا. لونهم؟ اليوم ازرق ازرق وبني وبني. بكل فيديو في لون الو. هلا اول مكان دخلنا عليه على ديفاكتو. الاشي اللي ما بتعرفه بيان انه انا حددت الليميت اللي حتطبق فيه التحدي. يعني هلا دخلنا على ديفاكتو حتشتري ب 100 ليره، يعني انا حاعطيها 100 ليره، هاي ال 100 ليره بس على اساسها حتشتري. هذا هو التحدي، يعني منه عم بتحكم فيها بدها تشتري مثلا من عند ديفاكتو، ومنه كمان هي 100 ليره فقط. فحنشوف شو هاي بيان حتطبق. هنيك عم تدور عم على ثياب وقصع وشغلات يعني اساس انها تشتريها. بيان شو لقيتي؟ شي عجبك؟ بليزر بس الليمت تبعك بس 100 ليره، يعني مو اكثر من 100 ليره. مكان هذا التحدي اللي حيكون 100 ليره. يلا دوري على قطعه بقى تعجبك ب 100 ليره. 100 ليره بس؟ ايه ما حتكفي شيء. كفي بتلاقي الا ما تلاقي قطعه. هون انت بقى حنشوفك حت على التحدي، حت تسبتي جدارتك وقلب لا. ها اي يزلرة. شو رايك احدد لك الوقت مثل ما حددت شو اسمه الايبوتش؟ تلاقي. يلا اعطيكي 5 دقائق بكفوا. يلا هادي استعجلي. في عندك طواقي، عندك لحشات، عندك يزرع. شو هو؟ ها؟ إكينجيسي يزرع. أو إكينجيسي. أو أنا كذا رجع ترتيس. طب إيش جزء؟ أزيك؟ حقت لي 400. 400 والإكينجيسي. يعني تنتين 500. إيه بس مو حلوة. ما بتستحق يعني السعر تبعها. شو ما لقيتي؟ جابا؟ الكريسماس. شو لقيتي هون؟ جزء بدي باخذه في منه. لا اليك هذا اقل من 100 كمان. ها شفتي شلون لقيتي اقل من 100؟ شوفي هدول السناتير هدول كمان. ايه ليكي هذا المخمل حلو كمان. تين استخدم حقي الاول لسيلة اخذ لها جزمان صغير حلو. ليكي زاد معك من المية. هلا ليكي هي المية انت بكل مكان الك اياها، فينك الك حق تستخدمي الباقي منها بالمكان الثاني. كمان رحتي بالتحدي الاول. والمكان الثاني اللي اجينا عليه هو يعني مكان البنات كلهم بيحبوه مثل جراتيس، اسمه ايفا هون بالمول. تحول لا ب 100 ليره اكثر من شغله، مو شرط شغله واحده يعني اكثر من شغله. ولك حق باللي بقيه من التحدي اللي قبله صح؟ قد ايه صاروا؟ 120. شو لقيتي اشياء هيك حبيتيها؟ يعني؟ جولدن روز. شو هو؟ جيل بتحطيه على الشفايف وبيعطيكي لون الشفايف تبعك، يعني بيعطيكي على حسب ال شي طبيعي يعني. ايه على حسب الجو. مثل الساعه؟ مثل بيشبه جيل الليبستيك فيه بقلب فيتامين. عم يمشي الوقت ها؟ ما بقي معك وقت كتير؟ احتارت بيان وما عاد عرفت شو بدها تاخذ. هون في كثير شغلات ممكن تاخذها لانه بهذا السعر. لقيت ماسك للوش. ايه عم لاقي بشكة.
زاد مصاري ممكن نخبيها للي بعدها؟ لا هيك كتير يعني بكل مكان بدك تخبي للي بعدها بتصير آخر وحدة تأخذيها بسعر نظامي. شو هاي؟ الحب الحب؟ حب الأحمر. حب الأحمر ليكي ألوانهم حلوة ها؟ قدي سعره هاد؟ 79 بس بكي في انديرين من 50% صح؟ بس هنا مع الانديرين كمنا وفي الانديرين يكون جو يرنة منتج الثانية بنص القيمة. حلو هدول منتجات العناية. على شو اعتمدتي بعدين؟ هي هيك اخذتها ما لقيت شيء ثاني لانه اخذت الماسك. كنتي اخذتي مناكير اللي بتحبي؟ ما حبيت اللون. تمام. وهي ثاني تحدي طبقته على القد 120 ليرة من عند ابي. شو رايك نعمل التحدي هون عند زان؟ غير مجوهرات زان؟ ما بحب ال 100 ليرة يعني؟ الدايموند انا والذهب. ب 100 ليرة شو تجيبي يا ترى؟ ولا شيء. شو بينجاب من عنده؟ المكان الثالث اجينا لعند انجليش هوم رح نشوف شو حتختار بيان. شو حتختاري بقى هون؟ يمكن بعتقد شوي صعب لانه القرون كتار والاسعار كتيرة. طيب سي بنظر مثلا شو بدك؟ كتير حلوين ما بنظر مو. شو لقيتي بعدين؟ ولا شيء. ما في شيء. من هدول الكظف ما في؟ في شغلات كثير حلوة على فكرة منزلينا. بيان تعي شوفي الجرابات هون ب 80 ليرة. شو رايقة؟ اه؟ مو حلوين؟ إذا ما أخذتي ما عجبك شيء هلا عم نلاقي نحن ب 100 بس أنتِ ما عم تاخذي. إذا ما أخذتي بتخسري حقك بهذا المكان. لأنه في ب 100 وأنتِ ما عم تاخذي. نطلع بس ما حتحطيهم فوق الباقيين. عملي جولة أخيرة يلا معك دقيقتين. شو لقيتي؟ ما لقيت بحارة؟ لشو للطاولة السفرة؟ طب خدي لنا ألوان تكون تلبق. هاي بتلبق مو بتلبق؟ بلا وهي بتلبق. ايه شو سعرها؟ 50. تمام خدي واحد تاني. كله استفاد من التحدي. انت الحق عليكي ما عم يعجبك العجب. هذا الكاروح كمان. لا لا هذا الفاتح الفضي اثنين حلوين. جيبي الاثنين ان شاء الله نضل حقي. يلا خذي واحد معناها. تمام هاتي بيان. جعنا عطشنا حلينا دفينا طعمينا اللي بدك اياه. المهم ب 100 ليره. المهم ما تكتري لنا اكثر من 100 ليره. شو رايك؟ هات يلا عزمينا بيان. عزمينا لهون. عزمينا طعمينا معنا 150. ايه ما لقيت شيء بحبه. مثل شو يعني؟ انا باكل برجر او ممكن يعني الليمت ما بيسمح. على قد الليمت 150 ليره. 50 اللي باقيه من هذيك ال 100 وهي 100. زمان ناكل من هون. قررت تطلب لنا سندويش دجاج وبطاطا ونجت يعني على قد الليمت. شو بيان؟ بطاطا سندويش الدجاج. ايه ولقيت هلا كان فينا نحن نجيب سندويشات اكثر او مبالغ اكبر يعني او اللي حابينه نحن. بس انا حبيت هيك مضوي على الاسعار هون عندنا بتركيا وخصوصا باسطنبول انه 100 ليره شو ممكن نجيب لك. هلا نحن 150 لانه ضل من التحدي اللي قبله 50 ليره. فلهيك احنا حسنا جبنا السندويشه مع البطاطا والهي. بس ما هو اجمالا
بس السندويشة 100 ليرة، 100 ليرة قديش بتطلع على الدولار؟ شي 3.5 تقريبا، 3.5 دولار. فما بتجيب شي ابدا ال 100 ليرة، بس نحن حبينا نحط هيك تحدي بمبلغ قليل لنشوف شو ممكن نحن نجيب فيه، بس من هذا المبدأ يعني وللتسلية طبعا. وعلى فكرة هاي السندويشة كتير طيبة، على فكرة أول مرة بدوها أنا، هلا بنتي دوقتني إياها. هي شيش ما وحاطين جبنة وصوص خاص فيها وشوية بطاطا، بس كتير كتير طيبة، نكهة جبنة الشيدر كتير قوية فيها. هلا دخلنا على آخر مكان فيه هيك مثل المول الصيني، نحن نقول المول الصيني، فيه أشياء أشياء للبيت كله يعني بشكل عام، ألعاب، زينة، أشياء يعني الواحد بيحتاجها مثل هيك شيء. بيان نالا شو هاي؟ للرقبة. للرقبة ظريفة. شو في هون؟ المقلمة تكون اللي كان بحلم فيها عميلة هلا. قصدك كنتي تتخيليها انت بخيالك؟ بتخيلها. قاموا هلا عملوا منها. ما كان في منها لان ايوه مكان للبري، مكان للهاتا، مكان للمحل، هون للبواز يمكن ما ايوه حلو. لا وهي هون ورا شو ورا؟ هون؟ ايه هي افتحيها. مفتوح كمان بتصير في لها للمساطر يمكن وهيك شغلات كمان. في تبع البنات حاطين فيها مراية. السعر؟ ني كدر؟ بيش شو زوا مثل هذي؟ بيش اقصد ايوه تكتب فيها حتى وتخلونا نكتب بالالوان. شو قررتي تاخدي يعني؟ مش هيك اللي عندي بالنص، ما قصدي شيء. خدي اقلام من الرصاص تبعاتك اللي كنتي بترسمي فيها. ما في منها هون؟ حلوين. بدها كم سيلة معنا بهال مكان؟ يعني صار الواحد وقت بدور على أشياء 100 ليرة أو 100 وتحت مش كان مثل اللي عم يدور على إبرة بكومة إيش جرابات كنت أخده 100 ليرة. مقلمة هيك. شو آخر قرار عندك؟ هذا شو سعره الدفتر؟ 70. دفتر عادي ما في ملاحظات. وهذا القلم يا هاد يا هاد اكثر. وهذا شو سعره؟ هو القلم 100. شو اخر شيء؟ هذا القلم واخذ هي حاجه له. وهيك بكون خلص التحدي اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. و شو رأيكم بيان فازت بالتحدي أو نجحت؟ مو فازت، نجحت بالتحدي. كتبوا لنا تحت بالتعليقات. هلا هي الأغراض اللي هي ما كانت حابة تأخذ غرض إنه ما لها بحاجته أو ما حتستخدمه، ومشان بس تدفع القيمة نفسها، حبت يكون الأغراض اللي بتأخذها إنه تستخدمه. استخدمه. فعلى هيك. ما لقيت شيء إني استخدمه، شفتوا شلون إنه ما اشتريت. فإذا كنتوا جداد على القناة ولسه ما اشتركتوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس على الكل حتى توصلكم مني كل الفيديوهات أول بأول. أنا وبنتي ويونة بحبكم كتير وشوفكم بفيديوهات جديدة. سلام.